السلام عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم قصعه ديال السكسو، كتجي بنينه والمريقه كتجي خاطره. غادي تشوفوا معايا السر ديال هاد المريقه، علاش كتجي خاطره هكايا، يعني كيفاش كنديروا ليها، وهذا الشيء كامل يعني في ساعه ولا ما كاملاش ساعه ديال المكانه غادي توجدوا قصعه ديال السكسو بنينه ولذيذه هكايا للضيف ديال الغفله. وما كاين ما احسن السكسو في هاد البرد هذا، وشي حاجه بنينه بزاف. ما بقى ليها نخليكم مع المقادير والطريقه، فرجه ممتعه. هنايا غادي نوجد معكم سكسو هكايا بالدجاج، ساهل ودغيا دغيا، يعني ساعه المكانه غيكون ان شاء الله واجد. اول حاجه غادي نهز الدجاج، انا درت هنايا شويه بزاف ديال الدجاج. غادي ندير البصل، نتوما يمكن لكم ديروا اللحم، غير فاش كنديروا الدجاج كنكثروا شويه الزيت، اما اللحم لا كندير غير الخياط. تقريبا هنايا غادي ندير كاس صغير ديال الزيت، وبالنسبه للتوابل اللي كندير انا نقول لكم، ولكن قبل غادي ندير الحمص كيكون مرطب الليله كامله. هنا تشوفوا معايا ان شاء الله المقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا كما كتشوفوا عندي كما كيكون الحمص، ممكن لكم كذلك ديروا هنا كما كتشوفوا كنخليوه يتشحر واحد شويه. الا جاب الله شفتوا هادشي ناشف كديروا شي ثمنه، كنشوف بان راه ماشي ناشف بزاف. غادي ندير معلقه كبيره ديال السكينجبير، وغادي ندير البزار. غادي ندير معلقه صغيره، ندير غير هاد المعلقه هادي ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. بحال هكا غادي ندير شي ديال الملحه، الا خفتو على الحمص ما يطيبش لكم ما ديروش الملحه. غندير غير القياس، ومن بعد ان شاء الله مع غادي ندير شي ديال السمن. عندي السمن فيا ملح، غادي نخلي الدجاج يتشحر ليا. كما قلت لكم الا بان لكم هادشي ناشف راه كديروا حتى شي ديال الماء. غادي نخلي هادشي يتشحر واحد شويه. صافي هنايا من بعد ما تشحر ليا واحد شويه، غير شويه باش ما تحرقش ليا ديك العطريه. الا جاب الله درتو الدجاج باقي جديد بالاخص فخيدات، اما الصدر من الاحسن تبيتوه فريكو. الا جاب الله درتو رجيلات ديال الدجاج باقيين جداد يعني الله تذبح، من الاحسن تشحرهم مزيان في الزيت الروميه. عادي كتزيدوا البصله والحمص. هنايا كنمرق بالماء طايب، كندير القياس ديال الماء. صافي وغادي نمشي نوجد الخضره. غادي تشوفوا الخضره اللي غادي ندير. صافي هنايا بالنسبه للخضره اللي غادي ندير، خديت واحد الشيء ديال القرعه حمراء حكيتها، هي اللي غادي تخلي هاد المريقه تجي خاطره وزوينه. ضروري ديروها من الاول باش هكا كدوب ليا مع هاد المرقه هادي. وهنا غادي ندير خيزو، واحد كيدير القياس يعني على حسب شحال نتوما يا في الدار. وبالنسبه للخضره راه يمكن لكم تزيدوا الدنجال القرعه خضراء، ولكن الدنجال والقرعه خضراء حتى ديروهم مع القرعه حمراء. انا هنايا غادي ندير اللفت البيضه والصفراء، وغادي نخلي تقريبا الدجاج، لان الدجاج دغيا كيطيب. غادي نعطيه واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه، غنحيد الدجاج وغادي نخلي الخضره تطيب، ومن بعد غادي نزيد القرعه والربيع. وهنايا راه درت الماء يطيب باش تشوفوا كيفاش غادي ندير السكسو. مهم اي حاجه درتها نتوما غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. هنا غادي نخلي الخضره تطيب، وكذلك الدجاج كما قلت لكم غادي تعطيوه عفوا ديك ثلث ساعه ربع ساعه. مهم انا غادي نسد الكوكوت باش تصفر باش دغيا دغيا. هنا خليت الدجاج مع الخضره يطيبوا،
راه الكوكوت كتصفر مع كاين الصداع، داكشي علاش حيدت داك الصوت. خديت القصعه كندير القياس ديال السكتو، غير ضروري يكون ديال الباكيه لان ديال العبر ما غاديش يصدق ليكم هكا، غيجي معجن. ديال الباكيه سواء كان متوسط ولا الغليظ ولا الرقيق ماشي مشكل. كندير الزيت، الروميه، وكندير الملحه، كنخلطهم مزيان مزيان، ومن بعد كنخوي عليهم الماء طايب. يعني ضروري كنخوي الماء طايب على هاد السكتو هذا اللي كنخلطو مزيان مع الزيت والملحه. غير كما قلت لكم ضروري يكون ديال الباكيه، بالنسبه لديال العبر راه كيجي معجن ما كيصدقش، لان سبق لي وجربته جا خايب. ضروري يكون باكيه واي نوع ماشي مشكل. صافي هنايا من بعد ما خلطو غادي نكب عليه الماء، الماء يكون طايب بحال بغيتو تعمرو اتاي. كديرو غير القياس نتوما، غير كتشوفو داك السكتو انه تغطى بالماء، صافي كتوقفو وكتخليوه يشرب داك الماء تقريبا ديك 10 دقائق بحال هكاك. يعني غير كتردو كتسدو على الكوكوت وكتجيو تقادو السكتو بهاد الطريقه هادي، صافي كتغطيو عليه وتخليوه. من بعد ما داز ديك ثلث ساعه اللي قلت لكم، حليت على الكوكوت وغادي نحيد الدجاج. صافي الدجاج راه كيكون طايب، غادي نحيدو. الا جاب الله درتو اللحم بلا ما تحيدوه، لانه هو راه كتعرفوا كيبغي الطياب، الله يجي هو هذاك ديك ساعه ديال المكانه. هنايا الدجاج حيدته باش ما يتفرتتش ليا مع الخضره. وكما قلت لكم يمكن لكم تزيدوا السلاوي، اي خضره كتعجبكم في السكتو يمكن لكم ديروها، غير اللي كتبغي طيب في الاول مزيان راه كديروها من الاول. هنايا كما قلت لكم راه الخضره ما بقى ليها والو طيب، راه زدت القرعه حمراء. غادي نزيد مطيشه الحك، تقريبا هنايا درت معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. الا بغيتو ديروا ديك مطيشه عاديه حكوها، ولكن مطيشه الحك كتعطي واحد البنه زوينه للسكسو. غير نتوما ديروا القياس، يعني ما تكثروش عاوتاني حتى تجي ديك المرقه حامضه، هي كتعطيها واحد اللون زوين وكذلك البنه. صافي هنايا السكسو كما كتشوفوا راه نشف تماما من داك الماء. كنخدموه باليد وكنديروه في هذا الكسكس هذا ديال الكوكوت، راه ما يمكنش يدار ما فيهاش هذا الكسكس ديال الكوكوت نهائيا. يعني تبارك الله البيوت المغربيه موجود فيها هذا الكسكس هذا. صافي كتخدموها، يعني كتخدموها تكتب باليد بهذه الطريقه هذه، وكنفورو تفويره واحده. صافي غادي نتوما الا كان عندكم الربيع ضيفوا الربيع، انا راه ما عنديش، ولكن تيقوني داك القزبور الا درتوه في المرقه ديال السكسو راه كيعطيه واحد المذاق زوين زوين بزاف. انا ما كانش عندي ما درتوش، واللي تيبغي الحار يدير الحار. وكما قلت لكم الا بغيتو ديروا القرعه خضراء، بغيتو ديروا الدنجال، راه الخضره كتبقى على حسب كل واحد كيدير داكشي اللي عنده في الدار وداكشي اللي كتبغيو. صافي غادي ندير السكسو هكايا في هذا الكسكاس ديال الكوكوت وغادي نديرو يتفور. هنايا خديت داك الصدر ديال الدجاج كندهنو بالسمن. نتوما ديروا هاد العمليه في الاول، يعني غير كتحيدوا داك الدجاج من المريقه وكتبدا تدهنوه بالسمن باش كيذوب دغيا، وداك الدجاج كياخد داك المذاق ديال السمن، كيجي بنين وزوين. وبالنسبه لهنايا غنخلي واحد شويه، غندير داك السمن واحد شويه غنديروا للمريقه. صافي بالنسبه للمرقه راه تقريبا واجده، غادي تشوفوا معايا كيفاش كتجي. وداك السكتو غير كيفور، صافي كنحيد كنبدا نسدي ان شاء الله. ملي كيتفور ليا السكتو هنايا حيدتو، صافي تفور يعني طايب. غادي نهز داك الدجاج اللي حيدت كنردو للمرقه باش كيسخن مزيان، وكندير السمن اللي قلت لكم، يعني اللي تيبغي السمن هكا في المريقه، ولكن الا درتو الدجاج من الاحسن ديرو السمن، كيجي زوين بزاف هكايا في السكسو. وبالنسبه لداك السكسو اللي غادي نسكي، الا بغيتو من الاول كديرو فيه شويه ديال زيت العود، دوقوا فيه داك المذاق ديال زيت العود ولا السمن، اولا تخليوه عادي، انا ما درت ليه والو. صافي غادي نغطي على الدجاج نخليه يسخن واحد شويه وغادي نسقي باش تشوفوا معايا القصعه كيفاش كتجي.
هنايا من بعد ما وجد كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وهنايا المريقه كتجي خاطره. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه اللي درت لكم وردوا عليا الخبر، شي حاجه زوينه بزاف. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وديروا لي لايك الفيديو وخليوا لي التعليق، وتنشكركم بزاف. والناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره كنتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وشكرا لكم وبسلام عليكم.